إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا مع آي سورة الرحمن مما كنا فيه، ومع قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكان لنا كلام على قدر الطاقة والاستطاعة في قضية الخلق، وعظمة هذه النعمة، وعمقها، وارتباطها بالغيب، بما لا قدرة للعقل على الإحاطة ولو بقليل من جزئياته. كيف يخلق الله جل وعلا الخلق من عدم، أو كيف يخرج سبحانه وتعالى بخلقه وصنعه جل وعلا يخرج الجمال والكمال من نقيضهما تماما. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا الإنسان ذو الهيئة الجميلة المتناسقة المتكاملة على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة العجيبة، بما يجعله بإذن الله جل وعلا يبصر ويسمع ويأكل ويشرب ويتحرك ويشعر بالحياة، حيا حيويا متفاعلا مع محيطه، كل ذلك من صلصال كالفخار، من طين يابس رديء. وفي المساقات الأخرى أن له رائحة كريهة، مسنون، من حمأ مسنون، والحمأ والحميء رديء الطين، رديء الطين، وما تخمر من الطين وما نتنت رائحته وفسد، خرج من هذه الخميرة هذا الإنسان بهذه الهيئة العجيبة وهذه السمياء وهذه الصورة الرفيعة العالية التي تستطيع أن تستوعب كثيرا من القضايا في الكون وفي المحيط الذي هيأها الله له. وخلق الجان، هذا الكائن الغريب العجيب، بما وردت الأخبار به من كتاب الله وسنة رسول الله عن هذا الجنس من الخلق من العجائب والغرائب، كل ذلك من مارج من نار. وبينا عموم هذا المعنى في الحلقة السابقة على قدر الطاقة والاستطاعة، وإنما نبني عليه ما قدر الله ويسره من المعاني اللحظة بحول الله. وذكرنا أن هذا التعبير الذي يتردد في هذه السورة: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مذكرين أن الآلاء هي النعم، وهذا السؤال الاستفهامي الإنكاري الاحتجاجي التنبيهي إلى عظمة النعم التي توالت من الله على الإنسان، بأي منها وبأي منطق للإنسان أن يكذب بها أو للجان؟ فبأي آلاء ربكما، يعني معشر الإنس والجن كما سيأتي بعد قليل في السياق. ونحن النعمة ذاتها، خلقنا نعمة، ذاتك أيها الإنسان هي ذات قد أنعم الله عليها بالوجود ابتداء وأصلا، فكيف تكذب النعمة بوجودها؟ وهذا من الخبل ومن المنطق المتناقض أن يكذب العبد بنعمة ربه جل وعلا.
قلت نبني على ذلك أمرا مهما الآن بحول الله، وهو أن الإنسان بهذا المنطق القرآني العظيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي ربط تكذيب الإنسان بالنعمة وخطورة هذا التكذيب وحجة الله على خلقه بالنعمة، ربط ذلك كله بالخلق خلق الإنسان فيه ما فيه من أن أول شيء وجب أن يتدبره الإنسان إذا أراد أن يتأمل، إذا أراد أن يفكر وأن يسلك المسلك الذي به ينجو في دينه ودنياه في معاشه ومعاده، أن يفكر أول ما يفكر في خلقه. والمقصود بالخلق ها هنا المعنيين معا أو المعنيان معا، يعني الخلق وسأبسط هذا على قدر الطاقة لأن فيه نوع من التعقيد، الخلق بالمعنى المصدري والخلق بالمعنى الاسمي. أنا نشرح هذا بشكل مبسط لمن لا يخالط العربية. كاين جوج المعاني، الخلق وهو هذه المخلوقات، يعني أنا وأنت والآخر والطبيعة والحياة، وهو معنى قوله جل وعلا هذا خلق الله، هذا يعني هذا الكائن المخلوق هذا هو خلق الله. وكاين معنى آخر، فإذن الخلق هنا بمعنى مادي حسي، شي حاجة اللي مخلوقة وكتلمسها وباينة لك، هذا خلق الله، فهو المعنى الاسمي أي أشياء اسماء لمسميات. وكاين معنى مصدري أي عملية الخلق، خلق يخلق خلقا أي فعل الله، فعل الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى يخلق الإنسان والجان والكائنات جميعا، أي ذيك العملية ديال التكوين هذاك أيضا يسمى خلقا بالمعنى المصدر أي مصدر ديال الفعل خلق، وكلاهما وارد بشكل ضمني في السياق الأول، أو أعني المعنى المصدري فيه نبدأ من قوله تعالى خلق، لأنه فعل يعطي المصدر، خلق الإنسان وخلق الجان أي أنه صنع هذا الخلق، وقوله الإنسان الجان هذا خلق أي هذه الدوات التي تخلقت، وكل ذلك يعني وارد دلالة بشكل اقتضائي في سياق الآيات. النتيجة إذن العملية والثمرة، إذا وصلت بتدبري لكتاب الله وبتأملي للطبيعة ابتداء من ذاتي أنما أنا خلق الله بالمعنى المصدري وبالمعنى الاسمي، الصنعة والتركيب والتكوين ديالي فعل الله جل وعلا، والذات ديالي والوجود ديالي إنما هو ليس لي بل مضاف إلى الله بما هو خلق الله، النتيجة إذن أنني لا أملك نفسي فأنا عبد لله، وهذه الغاية. ولذلك قال جل وعلا في السياق الآخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فربط الخلق غاية الغاية من صنع الإنسان وخلقه أن يكون عبدا، وهذا منطقي طبيعي أي لا يجوز عقلا لمن هو مخلوق، ومخلوق اسم مفعول لم يفعل هو شيئا بل هو مخلوق وقع عليه فعل الخلق، لا يجوز له منطقا أن يدعي أنه يملك ذاته ولا أنه يملك شيئا من ذاته، بل هو كله ملك لله الواحد القهار. فيتبين إذن ما مدى الجريمة التي يقترفها الإنسان حينما يشرد عن باب الله ويعصى ربه، فالعصيان هو تمرد على الخالق وتمرد على حق الله جل وعلا
وعلى سلطانه بما هو قد خلق وبما أنت مخلوق. فلا يجوز للمخلوق هذا العبد إلا أن يستأذن سيده الخالق في كل شاذة وفادة وفي كل كبير وصغير. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فقد أغرق إذن الإنسان والجان في نعمة الله بما وقع عليهما من الخلق. المخلوقات غارقة في نعمة الله ابتداء وانتهاء، خلقت ورزقت ثم هديت، أي دلت على الطريق، طريق الهداية. فإما أن تستحب الهدى على العمى، وإما أن تستحب العمى على الهدى والعياذ بالله. أما الهداية الابتدائية أي البيان فقد ورد على كل المخلوقات الإنسان والجن. ونتم هذا السياق إلى حدود معينة لنعود على بدئه ببعض البيانات. قال جل وعلا بعد ذلك مباشرة: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. المشرقان والمغربان، هذان اللفظان يدلان على شيء عجيب، رغم أنهما يرجعان إلى معنى جغرافي، مشرق مكان تشرق فيه ومنه الشمس، والمغرب مكان تغرب فيه وبه الشمس. فمع ذلك رغم أنه جغرافي مكاني كيدل على واحد الموضع، فاش كتشرق الشمس ومنين كتغرب، فرغم ذلك في اللفظين دلالة على الحركة. وخرى المكان ما كيعطيش الحركة، ولكن هنا كاين الحركة. وذلك لأن المفسرين يقولون إن التثنية كاين جوج، مشرقين مغربين، مع أن المشرق مشرق والمغرب مغرب، لا، هو سمى رب المشرقين اثنين ورب المغربين اثنين. يقولون إن الشمس إذ تشرق في الشتاء تكون في مكان، وإذ تشرق في الصيف تكون من مكان آخر، وكذلك في المغرب في الغروب، وهذا معروف عند الناس كاملين، الغروب ديال الشتاء ماشي الغروب ديال الصيف. إذن ما النتيجة؟ يعني أن هناك حركة في الكون، حركة. الظاهر أن الشمس تتحرك يعني في غروبها وشروقها، ولكن هي تتحرك في فلك عظيم، وكلهم في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، ولكن معروف أن إنما هي حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس في دورتها عبر الفصول الأربعة، فتتحول المنازل الفلكية من فصلين إلى فصلين. ولذلك نجد أيضا أن هنالك المشارق، رب المشارق، قد تتعدد هذه المشارق. وهذا شيء مهم جدا متعلق بالربوبية، وهو حينما قال رب، رب ما معنى رب هنا؟ أي المالك، السيد، مرشي. رب المشرقين ورب المغربين أي رب الحركة الذي يدير الأرض ويحركها، ويدير الكون ويحركه، حتى لا يخطر على بال الإنسان أن هنالك حركة ما في الكون تحدث بغير علم الرب جل وعلا أو بغير إذنه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما من حركة، أي حاجة تتحرك في الفلك، نجم، شمس، قمر، نازك من النيازك، كل ذلك بقدر وبقدر معلومين، كل ذلك على قدر وعلى قدر مضبوط وبموازين، لأن الرب هو الذي يحرك سبحانه جل وعلا. رب المشرقين ورب المغربين، راه هو سبحانه وتعالى اللي يطلع لك الشمس هذه المرة هنا
ويك حساب هذا السنتيم ثم بهذا الميليم ثم حتى تكون في المكان الآخر ثم 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 وهكذا وهكذا. ولذلك لو أن درس الطبيعيات يدرس ويدرس بمنطق إيماني لأسندت كل الأفعال في الطبيعة إلى بارئها وخالقها إلى بالعامية مولاها، أي مولاها. ولذلك قال رب، لأن الرب هو المولى والسيد، هو مشغل سبحانه وتعالى. ولكن احنا شنو كنقراو في المدرسة؟ الأرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها. لا، لا تدور، تدار. هكا القرآن كيقول لنا، كيقول لك الأرض ما كتدورش أي، لا هي كتدور، هي ليست فاعلة بذاتها وإنما هي مفعول فيها ومفعول بها، بل الله يديرها ويحركها. وهذا منطق قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين. القرآن دقيق جدا في ألفاظه، دقيق جدا في تصاريفه، لأن الذي يحضر فيه بقوة هو المتكلم، حضر بقوة، والمتكلم هو رب العالمين. ولهذا القرآن عنده منطق ذاتي ديالو قوي. يخطئ كثير من أولئك الذين يمضون الأوقات الطوال في الجدل العقيم لإثبات أن هذا كلام الله بالحجج الخارجية. هذا عدد الناس محلي من أهل العلم ومن أصحاب الفكر الإسلامي والجدل قدم واحد إذن باش يجيبك بأن هذا القرآن راه كلام الله، قام محان يوريك الأمور التاريخية وكيفاش كانت الجزيرة العربية وكيف وكيف وكيف. لا، القرآن في غنى عن ذلك، في غنى كامل عن كل الحجج الخارجية. حجته في داخله، قل له اقرأ القرآن وجرد عقلك من الأهواء وانتهى الأمر. لما؟ ستجد أن هنالك ربا عظيما يحدثك. يعني المتكلم يفصح عن نفسه، ولله المثل الأعلى ولا مساحة في الأمثال. يقول الناس المرء مخبوء تحت لسانه. غادي تجي انت وتقول لي ودي هذا السيد راه من العلماء وكذا وكذا الى اخره، يمكن تخلعني ويبان لي راه شي غول، ولكن فوقاش غنمتاح له ملي يتكلم تا تما غادي نعبروا وسيظهر ان كان من العلماء مستواه العلمي، وان كان من اهل الجهل افتضح امره. المرء مخبوء تحت لسانه، ولله المثل الاعلى ولا مشاحه في المثال. كل متكلم كلامه دال على قدرته وقوته وعظمته. ولذلك لو أن هذا القرآن بقى متكئ على الحجج الخارجية لكان قد انقرض أمره منذ زمان. بالقوة في ذاته وعظمته في حجته الداخلية وفي منطقه الداخلي، ملايير ملايير من الناس مختلفي الثقافات والحضارات والنزوعات تعاملوا مع هذا القرآن وذوبهم جميعا في بوتقته. هذا هو المعجزة الكبرى. أسلم الفرس بلاد ما وراء النهرين، إيران، أفغانستان، بخارى، سمرقند، يعني أمم كثيرة جدا لها ثقافتها، لها لغتها أخرى، لا حضارتها، لا دينها آخر، منطقها قوم لا علاقة لهم بالجزيرة العربية ولا بثقافتها ولا 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 بلغتها. فقرأوا القرآن فصاروا هم حملة القرآن. اللي قام بالعربية فرس سيبوي، غلبوا أهل الحديث من أهل السنة والجماعة فرس. إمام البخاري من بخارى، مسلم نيسابور، ترمذي من ترمذ، لا تكاد تجد عربية 1%. ثم الأقباط بعد الفرس، فتحت مصر في الزمن والفترة نفسها، ودخل في الإسلام أقوام بلغة أخرى، اللغة المصرية أو القبطية القديمة، وبدين نصراني، عندهم مرجعية دينية وليس من السهل زعزعتهم عليها، وبتقاليد
موروثة من الفراعنة القدامى، وأسلمت شمال إفريقيا كلها بأمازيغيتها من برقة إلى المحيط الأطلسي، إلى أعماق السودان بالمعنى القديم، يعني مالي والسنغال وهذه المناطق إلى السودان الحديث. وأسلم أقوام من أوروبا، من ألبانيا ومن كوسوفا، وأمة الترك بعظمتها وامتدادها. واستوعب القرآن جميع هذه الأمم لسبب الرئيس، لأن المتكلم فيه هو رب التركي ورب العربي ورب الأمازيغي ورب الفرسي ورب الأمريكاني ورب جميع الأمم. أنا كانت حينما يكلمهم يقهرهم. تعال، منطق القرآن قوي. أعظم شيء حاضر في الكتاب من يتكلم به رب العالمين، وسبحان الله هذا منطق من بداية القرآن إلى نهايته. وانت كتسمع أن الله عز وجل يتكلم بضميره سبحانه وتعالى الحاضري أو الغائب الدال على قوة الحضور، وهو كثير في القرآن، يعني لأن فيه من تعظيم، إذ هو أنا إذن سبحانه يتحدث عن نفسه على عكس طريقة المتكلمين من البشر فيما بينهم. فلذلك يعني ربيت عليه يقول لك راه أي حاجة معك أنا مولاه، رب المشرقين ورب المغربين، ولو بقينا مع هذا لما انتهينا الليلة، ولعلنا نعود إليه، لأن ملي تكلم عن المكان علاقته بالحركة ينتج عن ذلك الزمان. لما قال رب المشرقين ورب المغربين هو رب الموضع اللي كتشرق الشمس فيه، ورب الموضع أي مكان، ثم رب تلك الحركة الدائرة بين الشمس والأرض أو بين الأرض والشمس، ثم هو رب ما ينتج عن ذلك جميعا وهو الزمان، ثم ما ينتج عن الزمان وهو الأعمار، وانتهى كل شيء. وهذه خاتمة السياق شنو غلقوا؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من بعد ما يذكر أشياء مربوبة للرب جل وعلا. حقيقة يعني القرآن يثبت لك بذاته أنه كلام الله، لا تحتاج إلى أشياء أخرى، ما تضيعش الوقت، جمع القرآن كذا، كل ذلك لسنا في حاجة إليه. اقرأ القرآن، هو يقول لك. وسنبقى مع الربوبية وشؤونها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأن كل مرة يعطيك نعمة ويعطيك هذا الاحتجاج، هذا السؤال الإنكاري، لماذا تكذب وأنت غارق في هذه النعمة؟ أنت أيها الإنسان خاضع لحركة الكون، فكيف تنكر ذلك؟ لا تستطيع أن تغير شروق الشمس ولا غروبها، ولا تستطيع أن تغير مواقيتها ولا أماكنها. إنسان خاضع والجان خاضع وكل الكائنات خاضعة، فبأي آلاء ربكم من هذه النعم الزمانية والمكانية والحركية تكذبان؟ وكل شيء مجي فبأي آلاء ربكم تكذبان، كتلقى النعم قهرية، يعني نعم تفرض نفسها عليك، لا تستطيع أن تغير شيئا منها، بدءا من خلقي، من يستطيع أن يغير خلقته وهيئته، طوله وعرضه، لونه، تاريخ ميلاده، يعود يتولد مرة أخرى، ما عجبوش هذا تاريخ الميلاد، تستطيع. هذه آية قوية جدا، ومرة أخرى في الحلقة السابقة قلنا لا يتكرر منها إلا اللفظ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معان بحرية، أي لا تنقضي عجائبها، ألفاظها واحدة ومعانيها شتى. مرج البحرين، البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. مرج يعني خلط، وهذا لفظ عامي مستعمل عندنا أيضا، لأن كما ذكرنا مرام العامية المغربية مليئة باللفظ العربي الفصيح، 80% تقريبا من الألفاظ العامية المغربية فصيحة، إنما يعني نحن حاصلون في غالب الأحيان في إما في مخارج الحروف والأصوات
وإما في طريقة الإعراب، ما كان رفعه ما كان نصبه وإذا كشي مخلط ولا بأس بذلك. المهم أنه عندنا يعني، وذكرته مرارا أن العامية المغربية يعني تقربنا من القرآن جدا جدا، ولذا قلت يعني سبحان الله حتى الإنسان الأمي الذي ما قرأ كتابا ولا خطأ بيمينه إلا قرأت له القرآن بالمهل ما تزربش عليه سيفهم المعنى العام حقيقة دقائق الأشياء اللي فهمها، ولكن المعنى العام السياق يكون معك فيه. الناس في البادية كيقول البيضة مارجة قايفة مارجة خلفها ما بقى صفر دخل في البيض والبيض دخل في صفر. فرب العزة حينما خلق البحار فالأماكن يعني البغازات المضايق البحرية بين البحر والبحري وبين البحر والنهري مرجها مرجها الرحمن خلطها، ومع ذلك ما كتخلط شيء. شد يعني البيضة إلى يعني خلطها 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 يعني في إناء بعد ما كتهرسها طبعا وعود فرقها عود في كارد الأبيض موضعه ورد صفر في موضعه لن تستطيع أبدا. فرب العزة يخلط ما هو أكثر سيولة من ذلك الماء ويفصله، وبمقادير دقيقة على درجة الملوحة والحلاوة والبرودة والحرارة، شيء غريب جدا مما نرويه عن علماء الطبيعة وعلماء البحار مما لنا القدرة على فهمه وحقيقة. ويتحدثون عن طبقات البحار ويتحدثون عن عيون حلوة في قعر البحر والمحيط المالح الشديد الملوحة. يحكيوا البحارة أنه يكونوا في مناطق معينة في البحر اللي ما يمكن حد يشربوا، يغطسوا تل واحد العمق معين ويعمروا في العين الحلوة قال البحر ولا يختلط شيء بشيء. الله شيء من الغرائب حقيقة، لانه هذه هما يعني مراجع البحرين التقيان المفسرين كيقولوا يعني الواد مع الواد مع البحر. ذلك مبلغهم من العلم، العلم الطبيعي داك الشيء اللي عاطي ذاك الزمان، الان شيء اخر. هذاك هو زياده، وما دام العلم يتقدم في امور الطبيعه والفلك والطب الا ويكشف لك الغرائب والعجائب من كتاب الله، وهذا من التحدي العظيم من التحدي العظيم حقيقة. يعني شي واحد عنده شي كتاب فيه الدخول والخروج في الهضرة كيبقاش من به، يقول عندهم شي يكتشفوا شي حاجة ونبقاو على هكذا دايرين النصارى مع الأناجيل ديالهم ديما خايفين عندها يخرج لهم طلع لهم جاليليو حربوه في النار، هدا الأرض ما كدور شي الشمس تبتع كذا يخسر لهم الإنجيل. القرآن ما كيحشم من حد، يطلع اللي بغى، يتحدى الزمن، يتحدى العقل البشري إلى آخر يوم من حياة الأرض. وهذا والله من الأشياء الغريبة، هذه كافية كافية. كتاب أنزله الرحمن قبل أكثر من 14 قرنا من الزمن، 27 عام، معمر موقع تناقض بين الكلام اللي فيه وبين الحقائق العلمية التي استيقنها الإنسان، رغم أنه يتكلم في كل شيء. يعني الإنسان اللي باندي مطور وكيكون يتكلم شي مجمع، يعني هذه الحيال ديال المتكلمين معروف، هذا الشيء كاين في علم البلاغة وفي الدرس البلاغي القديم، يعني من الأدبيات ديال الكلام. حدايا الأطباء كان بقى رد البال، الأمثلة الطبية كان بعد عليها، شي فضحنا شي طبيب ندير شي حاجه ماشي هذيك. القران من بدايته الى نهايته كلام في الكون وفي الطبيعه وفي الفلك وفي الطب في كل شيء، ولم يستطع احد عبر التاريخ من العرب والعجم ان يجد على القران شيئا يناقض حقائق العلم. حتى اذا بدا ما يشبه ذلك، شي مره طلع علينا شي واحد شي نظريه كتناقض مع القران، لا يمر ربع قرن من الزمان حتى يفضح الله ذلك الإنسان، يقول له أنت اللي غلط كما وقع لداروين، صدق بالله واحد اللي قرن. والمسلمون والناس عموما آباؤهم آدم عليه السلام، كيجيو الكفار هم ماشي مسلمين، الكفار ينقضون النظرية الداروينية وينتهي الأمر.
ولذلك قلت من الغلط المنهجي أن نقلب على أدلة القرآن من خارج القرآن، وهذا أيضا خطأ حتى من الناحية الشرعية. كيف؟ لأنه سيصرف الناس عن قراءة القرآن. لا، خليك بخلدة اقرأ. هل فرغت يا أبا الوليد؟ قالوا نعم. قالوا فاستمع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو الوليد بغيت تحاور معاه، قال له ودي خلينا من هذا الشيء ديال النبوه، بغيت الملك نعطيك وبغيت بغيت. قال له ساليت ساليت، ما زدتش معاك الماء. قال له اسمع. فقرأ عليه القرآن حتى كاد يسقط على ظهره، ووضع يده على فمه ناشده الله الرحيم أن اسكت. يعني منطق القرآن قوي جدا. فالله جل وعلا يتحدث بما هو متحكم في كونه، ماشي خلق الكون وفلسلو، سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة، متحكم فيه، رب المشرقين ورب المغربين، في حركته، في زمانه، في مواقيته جميعا. فهذه المياه وهذه الأنهار وهذه البحيرات وطبقات البحار مختلطة جميعا، وكل ماء يحتفظ بخصوصيته. مرج البحرين يلتقيان، ولكن مع ذلك بينهما برزخ من الماء نفسه لا يبغيان. واحد ما كيتعدى على الاخر، لا يبغيان اي واحد ما كيأثر على الاخر. في الملح كيبقى ملح، والحلو كيبقى حلو، والبارد كيبقى بارد، والسخون كيبقى سخون، وكل حتى المياه وكل في فلك يسبحون. ويتحدثون عن أنهار، يتحدثون عن أنهار داخل البحر، وعن تيارات وعن طبقات، شيء غريب عجيب. من خلال القرآن الكريم ترى الطبيعة واضحة كالمرآة صافية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بعض المفسرين يقول المرجان هو دقيق اللؤلؤ، مرجان هو واحد نوع ديال اللؤلؤ رقيق وصغير، ولكن هنالك من يرى ان المرجان شيء اخر من الحلي، يعني نوع من 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 الحلي ايضا الذي يكون في قعر البحار، لان اللؤلؤ يخرج من الصدفات هذه التي تفك ويخرج من اللؤلؤ، اما المرجان فهو شيء اخر كجلو الاعشاب النابته في البحر او الاحجار الكريمه من هذا القبيل. ولا يهم، إنما المهم أن البحر يحتوي كنوزا ومعادن نفيسة يغوص عليها الغائصون يخرج. شوف سبحان الله التعبير، الذي يخرج ذلك كذا الرواية أخرى يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. وفي هذه خلى الفعل يكون مبني للمجهول، لأن الإنسان هو اللي كيطلع داك الشيء. علاش؟ لأن فعل الإنسان هنا إذ ذكر في سياق فعل الله لا قيمة له، ما عندوش الحق يطلع الفاعل، ماذا يفعله؟ كاين فاعل واحد هنا رب العالمين. يعني هذه قمة الخطاب البلاغي، يعني قمة التعبد، لأن هذا الفاعل ديال بنادم ما صالحش، لأنه هنا هو عبد، هو عبد من صلصال كالفخار. والكلام على شؤون الربوبية لا يقتضي المقام أن يكون للإنسان في سياق فعل الله أن يكون للإنسان فعل، وإنما الفعل كله لله سبحانه جل وعلا. قال جل وعلا في السياق نفسه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هذه السفن جمع جارية التي تجري فوق البحر وعلى البحر. وله الجوار المنشآت أي المبنيات، يعني بحال البني أو المشرعات، كتنشر زمان داك ليزار ديالها ما كان عندها الشرع، ولكن لا ذكر للشرع هنا. وله الجوار المنشآت، خذها بالمعنى القديم الشراع، خذها بالمعنى الجديد إنشاء أي بناء. دابا غادي بحال العمارة، اللي صغيرة بحال الفيلا واللي كبيرة بحال البناء، إنشاء حل بنياض البحر. والتعبير أليق بهذا العصر منه بذلك العصر سبحان الله العظيم. في البحر كالأعلام، واحد عدد المفسرين
قالوا بأن الأشريعة بكل زور حرايات الإعلام. نعم وله دلالة أخرى اليقو بزماننا، هذه الغرابة ديال القرآن الكريم. هناك ما يسمى بمشترك الدلالة في اللغة، اللفظة واحدة عندها جوج المعاني حتى الثلاثة حتى الربعة. علاش؟ ما حد يجي معنى جديد وباقي اللفظة خدامة لك حتى تقوم الساعة. الإعلام يجمع عالم، والعالم هو الجبل والجبل ماشي الراية. كاين العالم هو الراية وكاين العالم هو الجبل، وداك المغاربة كيسميو الجبل ديال الشمال جبل العالم. العالم هو الجبل الضخم، وفي الشرق كاين جبل اسمه العالم أيضا. وشعر الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية السلمية رضي الله عنها أرضاها، لما ترسي أخاها صخرا شهور البيت كأنه عالم في رأسه نار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم أي كأنه جبل في رأسه نار. اللي دايز من بعد كتبدو العافية راهية باش ما كيتجلاش. كانت العرب يعني من كرمها كيمشي لدوك الجبال اللي في الصحراء، كيكون جبر لوطا وصحراء وخلا ما تعرف فين تمشي، فكيجيو حتى لراس الجبل كيشعلوا العافية بالليل باش اللي مسافر بالليل في الصحراء ما كيتلفش كالمنارات الموجودة الآن على شواطئ البحار. كأنه عالم أي كأنه جبل في رأسه نار، يعني هذا يعني كتمدح بالرثاء الأخ ديالها أنه كان تأتم الهدى به، كيتبعوه الناس في القول ديالو في الرأي ديالو. كالأعلام أي كالجبال الضخمة، وإنها لكذلك السفن البواخر اسمه دابا البوارج حربية كانت أو مدنية كالأعلام. حقيقة تتعجب كيفاش هاد الأطنان غادي فوق الماء وكتمشي. والله يا أخي الكريم إلا بعض الأحيان العادة كتخلي بنادم ينسى الغرائب والعجائب. يعني بعض يعني كل شيء في الطبيعة عجب، ولأني كتشوفها اليوم الغدا تنسى أنها من الغرائب والعجائب كتولفها وتمشي. نعطيكم أمثلة. واحد المرة كتب الله في واحد السفر بعيد ركبت في واحد الطائرة عمري ما ركبت فيها، كبيرة ما رأيت مثلها، ضخمة جدا قدر الله، ركبت من غير ماليزيا يعني كانت غادي ماليزيا، وجابني الله داك الشرج ملي حدا دوك المطر كنشوف كل واحد دوك الأجنحة كل واحد قد كاميون، كنقول عجب هذا الشيء كله غادي في السماء والله الطريق كلها، وراس كنسبح الله تعالى العجب العجاب. اشنو جاني البالي؟ كنقولوا هاد المضيفات وهاد الناس اللي ساكنين فيها ديما ما كيتعجبوش، كيطبع لهم النار بصيره. بحالاش؟ بحال حفار القبور. حفار القبور النهار كامل يحفر القبور وكتلقاه اقسى قلب في الدنيا هو هذاك. سبحان الله العظيم. لانه الاشياء غريبه. فملي كنبدا نتامل اش كنرجع؟ كنرجع انه راه حتى البيسكليت ملي كتركب عليه راه عجب، والله الا عجب. حقيقة لأن كاين نواميس دقيقة وتوازنات في الجاذبية عجيبة جدا، غير يفلت لك عرق واحد وأنت في الضب في الدماغ ديالك. سبحان الله ما كل شيء غريب. ولهذا إذا فعلا إنما هي عجائب، ولا يملك الإنسان إلا أن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك ختم السياق قال كل من عليها فان. الشيء كله ديال الله. ورجع للنكته الاخيره هنا وليست يعني النهائيه، وهي هذا التعبير الذي سبق ان اشرت اليه. فهذيك يخرج وحيد الفاعل اللي هو الانسان ما خدامش، قال وله هما السفن ديال الناس. لا ماشي ديال الناس، ديال رب العالمين. شوف هذا التعبير العجيب، وله حتى ذوك السفن وكذا، لان المقصود هو له التسخير، يكون ما مشى فوق الماء ما تمشي لك. وله الجوار المنشآت، ما قالش التي أنشأتموها وبنيتموها ورفعتم أشرعتها أو بنيتم عمارتها، لها المنشآت تهي جعل فيها اسم فاعل مبني للمجهول، منشآت يعني مفعولية اسم مفعول منشآت، وخلى الفاعل ديالها ما كاينش، لأن الفاعل الحق هو رب العالمين. هذا الكلام العام عن هذا المقطع وهو من العمق بمكان، لعلنا نرجع إليه في وقت لاحق بحول الله
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.